بس ان انا ما بعرفش اغني ربنا يستر. اه والله؟ اه والله. طب خلاص تنسحب من دلوقتي. خلاص يلا بينا هنمشي. طب ياسين محبوب. ياسين محبوب؟ لما حدود الدكتاتورية زي ما هي بنفس الياس، لما نعوم في بحور الطينة ونجدف بعروق الصبر، يبقى ده ليه بتسألوا علي؟ حاجة بجد، ده أول تقييم أنا بعتبره أول تقييم صح ليا، فأنا أنا في قمة الفرحة. ربنا يوفقك ياسين دايما. يا ألف مبروك. يا ألف مبروك. ليه متفاجئ؟ عشان قعدت معاك والله العظيم. يعني أنا تفائلت والله العظيم.